سلام حبيباتي، اليوم حابه نصبغ شعري. هذا لا تنتور دو شي ابسون هير كولور كريم، كيما راكم تشوفوا فيها، ورخيصه بالبزاف، ما تفوتش 4 يورو فوالا. و جلي ديجا ايسيي، جلي تيستي، صبغت بيها شحال من خطره وعاود وليت شريتها. دونك ش كونساي تشرو هذا بيان سور صبيغه. شوفوا كيفاش جايه لداخل، هذو هما اللي راهم فيها، اللي جو لداخل تحتوي على هاد المكونات او هاد المنتوجات اللي هي هادو لي زارتيك اللي هما حاجه اللي لقى. هذا تيوب لك حل، هو اللون او الصبغه هو اللي فيه الكولور. فوالا هذا تيوب لك حل، وهذا هو يعني بالنسبه ليا لوكسيجيني، هذاك لو بلون هو لوكسيجيني. فوالا، وفي هذا القفازات او بيان سور لي غون دو غون، والتعليمات لي انستركسيون، وهذا دي كونديسيوني اللي هو دي ميلون، وبيان سور فيها السيروم، حاجه اللي تعجبك اكثر فيها السيروم. هذه لا كولور لون الرملي او كراميل، يعني في اللون الجميل جدا. وتتحصلي على هذا الدرجات الصبغه بيان سور. كيما راك مكياج مايد ان الجيريا، راح نتيستي معكم هذا الكوسميتيك. يلا